هو بيت بيت يعني، مش سبحان الله، عليه. اكيد طيب بيت بيت، كمل بقى، قول لي عملت اكيد بيت ايه. بيت. اما زي ما قلت لك عملوا فكان دبليو المفروض قبل. حضرتك تروح دبي عشان المشروع ده يتصنع هناك، تمام؟ انا كان الموضوع مبني على ان اجيب من دبي استثمارات لمصر، حلو. هو كان عايز العكس، اقعد في دبي ونخرج دبي اللي هي الهيد كوارتر نصدر منها لجميع انحاء العالم. انا رافض، لان ده معناه في الحاجه ان هيعيش بره، هيعيش بره، تمام وانا اصلا بكره اعيش بره، تمام واخد بال حضرتك؟ فعشان كده رفضت العرض مره ثانيه. المشروع ده ان شاء الله عز وجل بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى مش هتعدي 2012 الا هنكون بدانا فيه. أكيد إن شاء الله. تكلفه الفيلا دي على فكره 63,000 جنيه، تكلفه الفيلا دي 63,000 جنيه، هي والعربيه 100,000 جنيه، هي والعربيه، ده البادجت او الباكج. اتعمل لها اختبارات مقاومة خلاص يعني خلاص في الحرارة، خلاص خلاص التدفئة، خلاص خلاص كل الاختبارات الجودة خلاص اتعملت. خلاص. استاذ شريف انا عندي 25 مشروع قومي كلهم عاملين زي نانو ايجيبت كده، عارف يعني ايه؟ يعني بروتو طيب جاهز محتاج تشغيل او محتاج يتنفذ. ليه دكتور جنزوري ما يتواصلش معانا؟ مش ده سؤال برضه كويس؟ الكل بيدعي ان هو بيعمل فعلا لاجل البلد دي، لكن ان رياليتي او في الواقع مفيش شيء ملموس. طيب اعتقد انت يعني هي مش فقره، هي اكتر منها رساله وتجربه، ف طبعا يا ريت تكون الرساله وصلت، واكيد يا ريت تكون التجربه واضحه لمن يهمه الامر. والله يا شريف هو في بس جزئيه بسيطه قوي، اوكي. اقسم بالله لن يبني مصر الا شعب مصر الفقير. اكيد طبعا، اكيد طبعا. نو شعب واي مصر كمان نو يعني واي. فقير لا غني اصل الشعب المصري الفقير بالذات يعني. ليه ملامح معينه، هو الوحيد اللي عنده، هو ما زال عنده القدره بيحلم، ما زال عنده القدره يشتغل، ما زال عنده طموحات محتاج يحققها، وانا شايف ان يقدر دي حاجه يحمل في اكتر. المصريين عموما مش بس في الفقير يعني، بس انا بحييك على كلامك وبحييك على شكرا. اصرارك. بس ما تقوليش بقى مش هخاطبهم، مش اخاطب هتقول مين؟ لي مش هتقول لي اصل مش اخاطب حاجه مين؟ هخاطب بقى حكومه اخاطب مين؟ جايه وصلنا عايز انا اخاطب قست الحكومة؟ وبتاع. اخاطب الحكومة؟ لا يعني مستحيل. تعاون زي ما مستحيل. قلت لك، تعاون حتى مع الشيطان لو عايز يا عشان فندم توصل للي انت عايزه. اديني مكان انا بشوف الشيطان كده. فين ويقابلني. طيب أنا ما عنديش مشكلة. ماشي. أعتقد دي اوكي. دعوة مفتوحة. اعتقد المستثمرين ممكن يساهموا في حاجه زي كده، اعتقد ان كل الهيئات المعنيه، الوزارات، الكلام ده كله المفروض يكون لهم هذا الموضوع. اعتقد وزاره الاستثمار هي اهم أستاذ الهيئات شريف المعنيه مرة بهذا تانية الموضوع. ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة 10 ومرة 100، لن يبني مصر إلا شعب مصر. الباحث الاستاذ رضا غازي، بنشكرك شكرا جزيلا شكرا وبنحييك صاحبي. على تجربتك. اكيد شكرا ليك. يعني الكلام خلص، هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. شكرا ليك.